مدحوين كحيك كسومالي لان عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سيلي هيا كقيب كلي مناسبته وبرا لوغ سوحرين جنرا ده هاي ده هرمرين تودين كسومالي لان مناسبات عسيو كقب سنته وتل ماسور مقالة ده هرقيسة هيا وحا كسو قيب كلي مسؤولين كترسان حكومة ده سومالي لان السياسيين او دجال وحكرة ده قونيانو مسؤولين تيوغو سريسة هاي ده ودين كي يوين جنرا ده لو سوحرين تو بركاس مسؤولين تهال كاسي كهدشيني وحا هدلو ده ودي كميد أها شرف ونشرف هذا ما هو زهرة ديوك أو تقولينك إن النقرات حتى كان حفلة سيوتينا أنا وصل إنه خبرة دي سويش كهاي برنامج كنا وحلا إلى هذا وبرت سؤال له أو كروكين سويش كده وطويل ونعكسه ونشوف فهم أنا فكرك أنا دور المستقبل كنا نكش غير إن فرص يلون وفوق الله وهو عاقي ودوري كبير جدا وأنا أسوأ كسوة جديدة مسكحنا ذاتك ريسو مالي لا تجوهان هنا وضع المضاحة السريعة وضعك سيدة مرحوينة يبن الحفيقين قولاك لحكومة ضيئة بلاياش خلق عنك شعب موينة رمتي حوك إيو عوراها إيو طلب روحي كسوة جديدة ودويك هو أهل دولة النقالة ودويك هو حيس وحنا نرشع آدمها المدهان وضما بدل او يوروبيا لانك يا البربران ايا وحيو قاتل الى انسان كل وضوء ايا وقع بلاوي وزيرك عبد الله ايو مركع على يرد هكا توتي او كبدي هاي مركع مدى المشروع موليد او مركع كان يوم فرياء طبعا تنوح على قبل بلاوي او مركع لابسان حقا عرق على سديد يسديد كيلومتر او عرق على حقا برعمرك الغطرة وإدارة الميل حقا الغطرة من أعرف مدوبين يظهر وحرويا إلا وإدارة كريدة يمشي لهذا الحيرية وذلك ذي هاي وحمرك الأسو صوب وضوء حكومة دعم السيناية تكذا بيسي حكومة أي متانيين أو إسكوديين أو أنا أفاق الشيخ أو إسكو على كتبوليين وحيو كبير سيوضاء أفرتا كيلومتر وعضب النفس فيها أفرتا كيلومتر لأنه ما سعر إنه نهار بارينا مهيمة داول ليهين قرن ريسكا مهيمة داول ليهين كبعين تدقى لهنا مهيمة داول ليهين اسكو حركة برشدينا سومالان قوبلالا وحادو لغفر حويا إن معانتا مدحينا قصر إساء رنتي في هانسنتا وايو هدي أنا ما دخل في هالسنين واحد ضلنا ينص عن يا مثلاً تمرت إنه هسكا اللي ده طلع لكن واحد روح قبل عمان فيلم فكر كا يا أقانس قال أقانس هذا مهمة تعالى رحيم ضدك هو ضد الله نسيه يا ضدك هو قبلا يا هذا يقول وحفلة يا أنا نعيد وربك هو قال سنة وحنو آد يا أبوهم هذا عنا روك سوي شيء ضدك هو ضد الله نسيه ee wadada Soomaaliland oo dhanyo loo dhisay laakiin dadka deegaanada dib u dhacay ee wadalaanta haleeshay xukuumadii hore iyo xukuumadda ba aad iyo aad baan ugu mahadnaq madaxweynaha xigeenka oo xukuumadii hore ahaa tan aad iyo aad baan ugu mahadnaq waxaan oran karaa runtii dambeytina waxa halkaas ka hadlay wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Cabdullaahi Abukon Maxamed iyo madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seeli hadalladoodina waxa kamid ahaa waxa jiray sida hore loo sheegay kulan ama workshop socday muddo shan cisha ah ujeedadiisu waxa ahayd saddex ujeedo maanu kala ahayn ujeedada koowaad waxa ahayd in la helo long term partner
أنا أقول لك أن 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 أنا يترين كاسيبا ادي ادور الفرحسنahay imiga xiliga fiican bay leenahay waxaan salaamaynta strategy partner haga wadooyinka waxaan haysana imiga dad aqoon ah ee kala kulmi doono oo dhan Soomaaliland iyo ahdishuudishba waxaan garan kale jeedinaa insha Allah xiliga kaasina noo soo tagiyo qalabo badan baa shaqada qalabada ay keri doono aqoon oranaya inama wi garantii qaatay tababarka أنا أقول لك أن 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 أنا أقول لك محمد ستار تي في هرقيسه.